عشق لي قلب أسير قد هام في حب الأمير في مهجتي قد أشرقت من نوره شمس تنير وهبت هداها للورى من بعض ما وهب الغدير بالعشق لي قلب أسير قد هام في حب الأمير العدل والإنصاف مبادئ مدرسة الغدير واسعة وعميقة ولا يستطيع أحد الإحاطة بكونها جميعها باستثناء قبسات من إشعاع أنوارها واحدة من تلك القبسات تلخصها عبارة أمير المؤمنين سلام الله عليه الموجزة والبليغة والقائلة والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جيب شعيرة ما فعلت لقد استخدم الإمام سلام الله عليه كلمة لو وهي حرف شرط يدل على امتناع لامتناع أي امتناع الجواب لامتناع الشرط كما في قوله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أي لو كان في الأرض والسماء آلهة غير الله عز وجل لانفرط عقد الكون وما دام الأمر ليس كذلك فالسماوات والأرض باقيتان على حالهما ممسكتان وفيه دلالة على أن ليس فيهما آلهة إلا الله بمعنى أن حرف لو يدل سلفا على أن ما بعده من الشرط غير ممكن فمعنى قول الإمام سلام الله عليه والله لو أعطيت إن عصياني لله تعالى في ظلم نملة بهذا المقدار القليل لا يمكن تحققه وإن أعطيت مقابل الأقاليم السبعة أي أني غير مستعد للفوز بملك الأقاليم السبعة في مقابل معصية الله ولو في سلب قوت نملة واحدة وهذا المعنى يؤشر عليه حرف الشرط لو وفي العبارة المذكورة نقطة مهمة ثانية هي استخدام كلمة جلب شعيرة وهي القشرة الرقيقة التي تغلف حبة الشعير ولو كان يوجد ما هو أقل شأنا من جلب شعيرة لمثل به الإمام سلام الله عليه لقد أقام الإمام سلام الله عليه الحجة على جميع الحكام وولاة الأمر واضعا إياهم أمام مسؤولياتهم الخطيرة لا سيما أولئك الحكام الذين لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة فتراهم يبيدون الحرث والنسل ويزهقون الآلاف من الأرواح الزكية البريئة من أجل شبر من الأرض أو حفنة من الأموال أو بلوغ المناصب من أجل التمتع بحطام الدنيا الزائل إن سلب الإنسان لنملة جلب شعيرة يعد معصية حسب منهاج الغدير فما بالك بقتل الأفراد بالظنة والشبهة من هنا نجد المنطق الأموي والعباسي الذي كان يعاقب الأفراد بتهمة حبهم لعلي سلام الله عليه ويضطهد الخصوم الفكريين لأدنى شبهة أسوة بمن سبقهم من الحكام حيث كانوا يخنقون أصوات المعارضين لأتفه الأسباب بالعشق لي قلب أسير قد هام في حب الأمير في مهجتي قد أشرقت من نوره
شمس تنير وهبت هداها للورى من بعض ما وهب الغدير بالعشق لي قلب أسير قد هام في حب الأمير.